على أرض تآلفت بين ربوعه البداوة والبحر والعروبة والشعر، أطلق ربابنتها أشرعة السفن شاحذين عزائم أهلها، فخاضوا عباب البحر وظل عطر شمائلهم يسابق التاريخ بأمواجه. لم يجفلوا من عباب يقلع الصواريا متسلحين بقلوب صقلتها أرض كانت فيما مضى يباب، فما ارتابوا وكانوا ندا لها، فهم يجرون في همم كالجبال. مضى على رحلتها 43 عاماً، ما تحطم جرمها والركب فيها آمنون، لترسو بنا اليوم من جديد على مرافئ من الأمن والسكينة والتعاون. بالأمس كان حلماً خليجياً ليجمع الأخوة وأبناء العموم أصحاب التاريخ والمصير الواحد عبر عقود طوال، شبت فيها السروج وصالة الخيول راعدة. بحكم عملي كدبلوماسي في وزارة خارجية دولة الكويت، وبحكم عملي كأمين عام لدول مجلس التعاون خلال تقريبا السنة والأربعة أشهر الماضية، أشعر بتفاؤل كبير لحاضر ومستقبل مجلس التعاون لعدة أسباب. أولها إيمان قادتنا حفظهم الله ورعاهم جميعا بهذه المنظومة، واقتناعهم التام بأن هذه المنظومة هي الطوق الأول والحامي الأول لنا والعنصر الأساسي في استقرارنا وأمننا وازدهارنا. هذا السبب الأول. السبب الثاني إيماني التام المطلق بالشعوب الخليجية وبما يمكن أن توفره من يعني علم، ويمكن أن توفره من تمكن، ويمكن أن توفره من مكانة على كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة للنهوض بهذه المؤسسة. مؤمن إيمان تام بأن المستقبل في هذه المنظومة، المستقبل في العمل الخليجي المشترك، العمل الدؤوب الذي يعني يوصلنا للتكامل. واليوم هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الكيان الموحد والناضج بمبادئ لا تقبل القسمة، تجذرت قواعده منذ التأسيس على الوحدة والتكامل، فالتاريخ يتفق هنا، لذا لا مجال لحديث آخر. إنهم الأجداد، الآباء والفرسان الذين أشهروا البيارق نحو المجد لتختلط عزائمهم برمال الصحراء في سماء عجت بروح التغيير واكتست برونق مستقبل كابد من أجله المؤسسون كفاحاً وتعباً براً وبحراً
ليهبوا مشرعين راياتهم خفاقة بالمعالي. تعاضدوا لغرس النبتة بسواعد أشقتها متاعب الحياة، يزأرون بحب ليشقوا دربا لا رجعة فيه، ويتجاوزون الاعتيادية بكل إرهاصاتها، راسمين لولادة خليجية لم يتهاد طريقها. طبعا لو عدنا الى الميثاق تاسيس دول مجلس التعاون دول الخليج العربيه، ميثاق تاسيس ذكر بانه ادراكا من هذه الدول دول الخليج للقواسم المشتركه بينها وللنظم المتشابهه، وايضا رغبه في تحقيق التعاون وتاكيدا على اهميه الوحده الامنيه بين دول الخليج، جاء انشاء هذا المجلس من اجل ايضا خلق حاله من التعاون وايضا التنميه وتلبيه طموحات مواطني دول الخليج من اجل يعني الارتقاء بهذه الدول في إطار عمل وحدوي، عمل تكامل اقتصادي، تكامل سياسي، تكامل أمني، إضافة إلى التعاون في كافة المجالات الأخرى المتعلقة في الجوانب الصحية، الجوانب الثقافية، الجوانب الإعلامية، الجوانب أيضا الجمركية، الجوانب المالية، الكثير من مجالات التعاون اللي شهدناها خلال 43 سنة الماضية من عمر هذا المجلس. إنه المكنون الذي غدا نهجا وممارسة لشعوب خليجية امتزجت فيها كل ألوان الاندماج، الدم والتاريخ والمصير والنهج، نعيشه كل عقد نحو تعايش إنساني صقل الهوية الخليجية وشكل معالمها في منحوتة أنارت درب التكامل والتعاضد في أروع صورهما. البيت الخليجي، فلسفة الاتحاد والقوة، منطلق الشورى لقواعد الكيان الواحد وأساس الوئام والتعاضد المشترك، بترسيخ دعائم التعاون وغرس مفهوم الهوية الخليجية بأبعادها ومعانيها الثابتة. اعتقد انه اليوم احنا امام يعني ذكرى لتاسيس مجلس التعاون الخليجي، وهذه الذكرى ستبقى غاليه ومهمه، ويعني يجب الحفاظ على هذا المجلس، ويعني اهميه دفع العمل الخليجي المشترك، وهذا سيصب ايضا في النهايه في دفع العمل العربي المشترك. اليوم دول الخليج او مجلس التعاون الخليجي هو المنظومه الاقوى. اليوم نلاحظ انه الجامعه الدول العربيه تراجع دورها، ضعف دور النظام العربي. القوه الوحيده اليوم ترى المحوريه في المنطقه العربيه هو مجلس التعاون الخليجي كمنظومه وحدويه لا يزال متكامله، متعاونه اقتصاديا، متفقه في الرؤى والتوجهات، وبالتالي هذه المنظومه يجب الحفاظ عليها ودعمها ودعم مسيرتها لتحقيق الكثير من المنجزات والكثير من الطموحات للشعوب الخليجية. ففي 25 من مايو لعام 1981 زهى الربيع الخليجي ببزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو
قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي جاء في ظل منطلقات عدة رسخها التاريخ لشعوب تلك المنطقة استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع. لما أسسوا مجلس التعاون هذا كانوا مفكرين في الماضي، وكانوا بذاك الوقت يفكرون بحاضرهم، وكانوا يستشرقون المستقبل ويشوفون المستقبل ويشوفون الحاجة لهذه المنظومة. فكانت حكمتهم رحم الله عليهم جميعا يعني حكمة بعيدة المدى، شافوا المستقبل، حسوا بأهمية هذا التجمع، فأسسوا هذه المنظمة اللي إذا بنحط عليها إطار معين أو عنوان معين حسب سؤالك، التكامل الشامل، التكامل في كل الأصعدة، التكامل السياسي، التكامل الاجتماعي، التكامل الاقتصادي، التكامل التجاري، التكامل الإعلامي. كلنا نعمل في الدول الست، كل القادة حفظهم الله ورعاهم جميعا الآن يعملون تجاه تكاملنا على كافة الأصعدة. ويتناسم التاريخ بعبق الذكرى الشامخة لتأسيس الكيان الخليجي الكبير، والتي كانت انطلاقتها وبدايتها من أرض دولة الكويت، والتي خطت بها خارطة طريق المجلس بيد والدنا أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب المولى ثراه، والذي كان صاحب الفكرة، حيث استمرت تلك البذرة التي زرعها رحمه الله لتنمو وتحيا بها الشعوب الخليجية في ظل عطاءاتها. مجلس التعاون الخليجي كمنظمة سياسية اقتصادية مالية تشمل مختلف الجوانب التي تمثلها دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا الهدف من مسمى مجلس التعاون الخليجي هو للتعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول الست الخليجية التي جاءت فكرتها من دولة الكويت ابان المغفور له المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبتأييد من الملك الراحل ملك المملكة العربية السعودية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتأييد باقي أقطار مجلس التعاون الخليجي في فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي. وجاء قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعزيمة وتصميم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتجسيداً لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة،
وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الخليجية في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. فوضوح الرؤى والهدف حدد المسارات بما كان في الماضي حلماً يسابق التطلعات، بتكامل خليجي يزداد بناؤه يوماً بعد يوم، لا يأبه بالنكبات أو العراقيل إقليمية أو دولية. فالتحدي منذ النشأة كان عظيماً، أسس على بنيان مرصوص قوي القواعد، صامد أمام اختبارات الوقت. لذلك اليوم هناك نوع عما توحد سياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، وهناك محاولة لتجاوز كل أي عقبات تعترض ذلك. وبالتالي أعتقد أنه الأهداف دائما هي أهداف عليا تتسم بالاتجاه نحو الوحدة الخليجية وليس مجرد التعاون الخليجي. الطموحات الشعبية وطموحات القيادات الخليجية أنها تسعى إلى تأكيد الوحدة الخليجية وتجاوز عملية التعاون والتكامل، لأنه الوحدة الخليجية هي الهدف الأسمى والأبعد لكل خليج اليوم محب لهذه المنطقة الخليجية التي تتمتع اليوم بقواسم مشتركة من الثروات الطبيعية، من الأنظمة السياسية المتشابهة، من يعني الدين المشترك، العادات والتقاليد، الشعوب متشابهة. هناك نسيج خليجي ربما يكاد يكون متوحد، وبالتالي أعتقد الأهداف دائما واحدة في تحقيق النماء والرفاه لشعوب الخليجية من خلال إيجاد مشاريع وشراكات اقتصادية بين دول التعاون الخليجي تتجسد من خلال هذا التعاون وهذا التكامل الاقتصادي الخليجي. مسيرة وضاءة تخطت الأربعة عقود، توجت الحاضر وواكبت المستقبل الخليجي تطوراً وازدهاراً وعطاءً عقب تأسيس منظومته الكبرى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت قيادة وحنكة من أصحاب الجلالة والسمو. وفي هذا الإطار أسهمت معطيات عديدة في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسية خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية، وانطلاقاً من حقيقة أن دول مجلس التعاون تمثل تركيبة متجانسة اجتماعياً وسياسياً تجمعها التجربة التاريخية ويربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة. كما خطى المجلس خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءاً بتوحيد المواقف السياسية والاقتصادية والأمنية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة وتحقيق مكتسبات المواطنة. كان في هناك اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، هذه طرحت من أمد طويل يعني، وتم تحقيق بعض النتائج يعني على سبيل المثال هناك الآن حقوق الملكية اللي ممكنة لكل مواطن خليجي في أي دولة خليجية. ايضا هناك يعني حقوق انتقال العماله من دوله خليجيه الى اخرى. هناك مش يعني قضايا تتعلق بالتنسيق في بعض الصناعات الحيويه مثل الصناعات البتروليه وغيرها. ايضا هناك يعني تنسيق في حتى في عمليه انتاج النفط وتصدير، اللي تعرف ان دول الخليج هي دول منتجه للنفط ومصدره للنفط. أيضا تم التنسيق بحيث حركة السفر بين دول الخليج أصبحت ممكنة من خلال البطاقة المدنية لكل دولة، وهذه كلها عوامل يعني تؤسس يعني للتكامل الاقتصادي. هناك أيضا اتفاقية الجمركية بحيث أن أي سلعة تدخل دول الخليج تفرض عليها ضريبة موحدة
في الموقع اللي توصل له، يعني في الميناء اللي توصل له، وبعد ذلك تنتقل حرة إلى أي دولة خليجية. وفي وقت الأزمات التي أصبحت تواجه العديد من الأقطار العربية، برز مجلس التعاون الخليجي ليكون المواجه الأول والذي وقف صنديداً في وجه محاولات بث الفوضى والعنف والإرهاب في كافة أرجاء العالم العربي، وصون أقطاره من الوقوع في براثن هذه الفوضى الهدامة بقراراته السديدة، حتى أضحت المنظومة نموذجاً مباركاً يحتذى به في التعاون والاتحاد بين دوله. لا يزال دول مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية ناجحة حتى هذا اليوم، رغم الطموحات التي ينشدها شعوب المنطقة في مجلس التعاون الخليجي وهو الاتحاد الفيدرالي. ولعله يعني من الجدير أن نذكر أمانة دور المملكة العربية السعودية التي أعلنت أو أعطت فكرة أن يتحول الاتحاد أو مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد فيدرالي فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك يعني كانت فكرة أن يكون هناك اتحادا فيدراليا ما بين دول المنطقة يشكل بؤرة من بؤر النجاح في مواجهة التوتر الذي حصل في المنطقة ولا يزال. لذلك أنا أعتقد أنه هذا التنسيق المشترك بين مجلس التعاون الخليجي يحقق نجاحات كبيرة، وبالتالي انعكست بعض هذه القرارات على دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد الهوية ما بين دول مجلس التعاون، الانتقال السلس بين مواطني مجلس التعاون الخليجي، المشاركة في كثير من المشاريع التنموية في التجارة والاقتصاد والمالية وتبادل السلع والمنافع، وشكلت تكامل أو شبه تكامل فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق طموحات يعني شعوب المنطقة ككل. غير أن الدول الخليجية الست الأعضاء وبعزيمة وإصرار من قادتها أبدت بكل جدارة وثقة قدرتها على المجابهة والصمود أمام أعتى الأزمات، وذلك بما أظهرته من روابط التعاون والمحبة ووشائج القربة ووحدة المصير والأهداف. الذي سيثري بآرائه السديدة مناقشتنا. أيها الأخوة، ليس أدعى للأسى وللألم. ولا ننسى بالطبع كارثة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت من العام 90 من القرن الماضي، حيث كان مجلس التعاون الخليجي خير سند وعون في مواجهة تلك الأزمة العاصفة بحنكة قادته وسرعة قراراته الثاقبة، لتتنسم الكويت بشائر التحرير من عدو استباح أرضها الغالية، تجلت بموقعة عسكرية أسطورية كانت الأكبر والأنجح. فكرة تأسيس مجلس التعاون يعني كانت مهمة جدا في الفترة اللي تأسس فيها في أوائل الثمانينات،
وقتها كانت بداية الحرب العراقية الإيرانية، ودول الخليج يعني توجست يعني من هذه الحرب، وشعرت بأن هناك أهمية لتكثيف الجهود لمنع امتداد نيران هذه الحرب لدول المنطقة، ولا بد من التوافق يعني حول خطوات سياسية وأمنية بين هذه الدول. وفي الواقع المرحوم الشيخ جابر الأحمد رحمه الله كان من الناس المبادرين في طرح هذه الفكرة يعني في ذلك الوقت. طبعا كانت الفكرة في الأساس هي فكرة سياسية أمنية ممكن تطويرها إلى أن تأخذ بعدها الاقتصادي بعد ذلك، وهذا ما تحقق يعني في السنوات اللاحقة يعني. والحمد لله يعني صحيح أن هناك الكثير من المصاعب اللي واجهت عملية التكامل السياسي والاقتصادي بين دول المنطقة، لكن هناك خطوات مهمة الآن جعلت هذه الدول يعني متقاربة في أفكارها السياسية وفي خططها الاستراتيجية وعلاقاتها الدولية يعني. وتشكل مسيرة مجلس التعاون منذ إنشائه حتى اليوم حقيقة قائمة تعمل لأجل السلام في المنطقة والعالم سواء، من خلال ضمان استقرار وسلامة الدول الأعضاء أو دعم جهود ودور المنظمات الدولية في حفظ السلام والأمن الدوليين ودعم القضايا العربية والإسلامية. ولا يختلف المراقبون لمسيرة المجلس في التأكيد أن الدور التكاملي للدول الأعضاء بمعية قادة الخليج في الجانب الاقتصادي، بحيث تميز مجلس التعاون منذ إنشائه بعدة إنجازات مهمة دفعت بعجلة التنمية نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مختلف الميادين، سواء الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيرها. طبعا الأربعة عقود الماضية أو 43 سنة تحديدا من عمر مجلس التعاون الخليجي تحققت الكثير من الإنجازات المهمة والمتميزة حقيقة يعني في هذه الفترة، ولو أنها كانت فترة طويلة إلا أن الإنجازات كانت تسير بشكل يعني متوازن وبهدوء وبتأني شديد، نظرا أحيانا لبعض ربما تحصل بعض التباينات في وجهات النظر أو غيرها، إلا أنه أهم هذه الإنجازات هو تحقيق التكامل الأمني. الأمر الآخر هو أيضا التوجهات السياسية الواحدة، أصبحت اللغة السياسية الخليجية في المنابر الدولية لغة واحدة، الخطاب السياسي الخليجي غالبا في يعني أغلب الأحيان يكون متوحد. أيضا تحققت إنجازات في المجال الاقتصادي كثيرة، يعني بما يتعلق مثلا بالاتحاد الجمركي الخليجي، وهذه أيضا خطوة إنجاز كبيرة تسهل حركة السلع والتجارة الإقليمية والبينية بين دول الخليج. هناك تعاونات في المجال الأمني، تعاونات في المجال مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، هناك تعاون. أيضا ما أهم إنجاز اللي لاحظناه هو تنقل مواطني دول الخليج في البطاقة المدنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه خطوة متميزة. كانت هناك أيضا مشاريع أيضا إلى جانب ذلك هي قيد الدراسة وقيد العمل ما يتعلق بتوحيد العملة الخليجية، ما يتعلق أيضا بتوحيد الجواز الخليجي، كلها طموحات كبيرة ويعني يجري العمل عليها وعلى إنجازها، إلا أنها ربما تسير بوتيرة بطيئة إلى حد ما نظرا للتأني ونظرا يعني إدراك بعض ربما التباينات في بعض الأمور ودراستها بشكل مستفيض وأكثر. وفي المجال العسكري
واصلت دول الخليج العربية تدعيم درعها الحصين القوي بأحدث المعدات المتطورة وتكثيف التدريبات العسكرية، وقامت بتطوير سبل التعاون الدفاعي والاستمرار في السعي لتوحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك. وشمل التعاون العسكري التنسيق في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات والمساندة والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في المجالات التدريبية والتعليمية، وتوحيد الأسس والمفاهيم بما يعزز التعاون ويوفر الأجواء الملائمة لنموه وتطوره. وكان أبرز ما تحقق في هذا المجال تشكيل قوة درع الجزيرة واستمرار تطويرها وتعزيزها، وربط القوات المسلحة بشبكة من الاتصالات المؤمنة وشبكة إنذار مبكر خاصة بمراكز عمليات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء. اقتصادياً كانت الطفرة، حيث حققت دول مجلس التعاون معدلات نمو جيدة فاقت 5%، واستمرت في تنفيذ ومتابعة خطط التنمية بها. فالتحديات الكبيرة التي واجهتها دول المجلس لم تثنها عن متابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. احنا لازال امامنا بعض الفصول وبعض الانجازات التي يجب ان نقوم بها مجتمعين كدول خليجية حتى نصل الى هذا التكامل الاقتصادي. سياسيا ولله الحمد مكتملين تكامل رائع، ومواقفنا المشتركة وبياناتنا المشتركة أكبر دليل على هذا. إعلاميا لدينا رسائل إعلامية مشتركة موحدة، اجتماعيا نتعاون ونتكامل وننسق مع بعض، أمنيا عسكريا تنسيق رفيع المستوى ومباشر، يعني الكل يشهد عليه. لكن اقتصاديا لا زال أمامنا تحديات، وأنا قلتها أكثر من مرة وأكررها الآن في تلفزيون الكويت، لا زال أمامنا تحديات اقتصادية. يجب علينا كدول خليجية أن نحن نأخذ هذه القرارات التي قد تكون فيها تضحية مرحلية الآن، لكن مستقبليا أجيالنا راح يجنون ثمار هذه التنازلات والتضحيات التي تقدمها الدول حتى تجنيها بالمستقبل. السمات المشتركة يعني هذه سمات معروفة، يعني أول شيء دول الخليج يعني محدودة السكان، يعني عدد المواطنين فيها ما زال يعني يشكل نسبة محدودة من إجمالي السكان، فيما عدا السعودية وعمان إلى درجة ما أن عدد السكان من المواطنين يمثل نسبة قد تفوق 50%. سوق العمل في دول الخليج يعتمد على العمالة الوافدة. ايضا دول الخليج معروف ان دول الخليج خصوصا السعوديه والكويت والامارات والى حد ما قطر، كل هذه تعتمد على النفط والغاز وهي مصدره للنفط والغاز، فهذه سمات مشتركه. هناك ايضا سمات تتعلق بان هذه الدول هي مجاوره للبحر، وبالتالي لديها امكانيات لتحقيق قدرات للتصدير والاستيراد عن طريق هذه الموانئ، فهذه أيضا ممكن أيضا يصير في تنسيق فيما بينها بحيث تعزز قدرتها التصديرية لدول الجوار.
وتمثل قرارات تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية لبنة أساسية على طريق إقامة السوق المشتركة، وجانبا مهما من الإنجازات في إطار الأهداف التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية التي أكدت على معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها في المجالات الاقتصادية كافة، كما كفل ذلك التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وفي مجال إقامة المؤسسات المشتركة أنشأ مجلس التعاون مؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها دولة الكويت برأس مال قدره 2,100,000,000 دولار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومقرها الرياض، والمكتب الفني للاتصالات ومقره مملكة البحرين. الآن تحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون الخليجي لا شك أنه تشكلت جراء التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، الانتقال السلس بين المواطنين عبر المطارات والأراضي الخليجية، وبالتالي تحقق ما يسمى بالإنجاز المشترك لهذه الدول من أجل تحقيق يعني مكاسب الأمانة، سواء في مستوى المعيشة، في مستوى التعاون، في مستوى الانتقال التجاري، في مستوى التكامل الاقتصادي. ولا يزال أمانة مجلس التعاون الخليجي بقراراته المتتالية والمتتابعة بحكم الاجتماعات السنوية، كما نعلم اللائحة التنفيذية لمجلس التعاون الخليجي يجتمع مجلس التعاون الخليجي مرة واحدة كل عام برئاسة الدولة، وترشح الدول عبر الحروف الأبجدية لكل دولة يعني تستضيف قمم مجلس التعاون الخليجي. ولذلك تشكلت الأمانة هذه التعاونيات إن صح التعبير والتبادل في الآراء، وخصوصا في الشأن السياسي. وكانت القضية الفلسطينية ولا زالت محور تأييد مجلس التعاون الخليجي للقضايا الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي كان شغلها الشاغل طبعا هذه القضية الفلسطينية وتبني هذا المشروع في إنشاء الدولة الفلسطينية. وجاء مشروع الربط الكهربائي في مقدمة الإنجازات، حيث بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسؤولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس كإحدى الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء. كما حظي ملف التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام خاص، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها. كما يهدف التعاون الإعلامي الخليجي إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون. ويشمل العمل الإعلامي المشترك
التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالات الأنباء والمطبوعات والإعلام الخارجي. مؤسسات ذات مصداقية، مؤسسات أمست لها السبق الصحفي في نقل الأخبار، في نقل التطورات، في نقل المواضيع. وبدون لا نسمي أسماء، لك من الكويت لغاية عمان تنظرين إلى المؤسسات الإعلامية المتنوعة المتواجدة في دول مجلس التعاون. ويسعى المجلس من خلال توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية إلى تمكين تلك المؤسسات من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي لتفخر بما حققته دولها، فقد استطاعت حماية أمنها واستقرارها رغم التحديات الثقال، واستطاعت مواصلة التنمية البشرية والاقتصادية بها رغم تذبذب أسعار النفط والأعباء على موازناتها والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واستطاعت الدفع بمسيرة التعاون حتى اقترب المجلس من صيغة الاتحاد رغم ما يعصف بالمنطقة من أزمات. من مزايا مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية بقائه منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا كمنظمة مترابطة متعاونة مع دول ببعضها البعض، لا شك أن هذا يشكل جانب إيجابي لمجلس التعاون الخليجي. ولا ننسى أيضاً العوامل الجغرافية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر امتداد تاريخي، تعتبر امتداد في الجذور الاجتماعية، في الحسب، في النسب. لذلك هذا الامتداد الجغرافي أو الجو السياسي طبعا ساعد في أن تتماسك دول مجلس التعاون الخليجي بحكم الجغرافيا والتاريخ المشترك. لذلك أنا أعتبر مجلس التعاون الخليجي بقائه و قراراتها التي تخرج كل عام هي إضافة إيجابية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، ولا شك أن يعني شعوب المنطقة يعني تأمل بالكثير. لذلك أنا أعتقد تجربة مجلس التعاون الخليجي جديرة بالاهتمام والتنمية الوطنية المحلية والدولية. لذلك أنا أعتقد أنها تجربة ناجحة، نتمنى استمرارها وخدمة شعوب المنطقة بشكل عام. نجحت هذه المنظومة بمواجهتها ليصبح الخليج طرفاً مهماً في المعادلة الدولية، ما يدفع للتفاؤل في ظل توافر الإرادة السياسية والشعبية لإكمال مسيرته المضيئة والوصول به إلى مرحلة التكامل والاتحاد بشعار سيعيش أبد الدهر: الخليج العربي يد واحدة وشعب واحد.